Hi, grade 7 students. Today we'll complete our lesson about congruent triangles, and this is the video number 7. In this video, we'll draw the medians relative to each side in a triangle. Now we will study how to draw the medians using ruler. A median of a triangle is a segment drawn from the vertex to the midpoint of the opposite side. معي أنا هون triangle ABC. هرسم الميديان from A to BC. فأنا اللي حتى أرسم الميديان من الـ A للـ midpoint of BC فأنا لازم حدد الـ midpoint فبستعمل الرولر أقدر حدد الـ midpoint هون الـ length للـ BC هو 8 فسهل كتير أنه نحدد الـ midpoint من بعد ما حددت الـ midpoint بوصل الـ vertex مع الـ midpoint بهذه الطريقة أنا رسمت الميديان إشت from A to BC هلا أنا بدي أرسم الميديان إشت from C to AB لحتى أرسم الميديان بدي أحدد الـ midpoint بعدين هون كان اللينث اللي هو 5 فقدرت حدد الميد بوينت بعدين بوصل من السي للان هيك كون انا رسمت سكند ميديم تاني ميديم هلا بعدنا الميديم شو تفرم بي تو سي اي فبستعمل الرولر حددت الميد بوينت ووصلت من البي للكي لاحظنا انه كل الميديانز اللي رسمناهم they intersect at the same point حيلتقوا على نفس النقطة هيدي البوينت كتير مهمة هي مسميها center of gravity of the triangle هنسميها هون G it is the center of gravity of the triangle we can also draw the medians using compass أنا بقدر كمان إذا ما بدي استعمل الرولر أو إذا كان اللينث تاع السايد شوي صعب مثلا 6.5 فما حقدر بالضبط أنا حدد الميد بوينت بالرولر فأنا بس بقدر استعمل الكومبس بأي مكان أنا بدي حدد الميد بوينت لأي سايد بدي حدد الميد بوينت بقدر استعمل الكومبس كيف؟ بستعمل نفس الميثود اللي كنت استعملتها لما كنت عم بعمل بربنتكولار بايسكتر بعمل الأوبينينج للكومبس نحن هلا بدنا نجيب الميد بوينت للأي بي الأوبينينج بدها تكون يعني أكبر من نص الخط أكبر من نص الأي بي فلو زحناها شوي ما حتأثر المهم الأوبينينج لما أنا حطها على الأي رح أرجع حطها على البي من نفس الأوبينينج ما تتغير فأنا حأعمل من هوني كأرك بيرجع بنام بنفس الأوبينينج بنفس سطحة البيكار بدي أرجع أعمل أرك وبحدد الميد بوينت باستعمال هلا بقدر أحط الرولر وحدد الميد بوينت ما بوصلهم كلهم لأن أنا ما بدي البربندكولار بسكتر بس بدي أعرف من هي الميد بوينت فهلا قدرت اعرف وين هي الميد بوينت للاي بي فهود الكيرفز ما لهم اهميه بشيلهم حتى ما تتعجق الرسمه فانا هلا عرفت الميد بوينت وينها هلا شو بعمل بدي اعرف الميد بوينت للبي سي كمان نفس الطريقه بستعمل الكومبس هلا انا بقدر اغير الاوبننج للكومبس لانه انتقلت على سايد جديد كمان هلا غيرت الاوبننج لحتى تكون اكبر من نص الخط اكبر من نص السايد بعدين برجع بحطها على السي وبحدد الميد بوينت من بعد ما حددت الميد بوينت قدرت اعرف انا الميد بوينت للبي سي وينه من دون حتى ما اعرف قد ايه هو اللينث للبي سي ذات الطريقه انا بدي اعمل الميد بوينت للاي سي بستعمل الكومبس كمان نفس الطريقه من دون ما اوصلهم بس بحدد الميد بوينت انا هدفي بس اعرف وين هي الميد بوينت بهذه الطريقه انا برجع بوصل البي مع الميد بوينت للسي اي للفيرتكس سي بدي اوصله مع الميد بوينت للاي بي والفيرتكس A بتوصله مع الميد بوينت للبي سي هلا محل ما التقوا هي بنسميها center of gravity of the triangle it is the point of the intersection of the medians في نوت كتير مهمين بحالة ال isosceles triangle النوت بتقول انه اذا انا عندي isosceles triangle الميديان والهايت والبربندكولار بايسكتر والبايسكتر from the main vertex ضروري هيدي ال هيدي المين فيرتكس تكون فانا اذا انا بدي ارسم من المين فيرتكس بدي ارسم انا هايت رح يكون هو ذاته الهايت اللي انا حارسمه حيكون ميديان حيكون بايسكتر وحيكون بيربندكولار بايسكتر فانا لما ارسمت من المين فيرتكس الاي هي المين فيرتكس لانه الاي بي ايكوال للاي سي فاذا انا رسمت الهايت حيكون هو ذاته البايسكتر حيكون هو ذاته كمان بيربندكولار بايسكتر حيكون هو ذاته الميديان they are combined كلهم بيكونوا على نفس اللاين مثلا A this is the blue هيدا البلو لاين هو الفيرت هو الهايت وهو البربندكولار بايسكتر وهو البايسكتر والميديان بيكون عليه
فهي دي بروبرتي بحالة الاساس تريانجل انا بقدر استعملها بأي مطرح انا كنت اذا كنت مبرهن انه هيدا البلو لاين هو بيربندكولار بايسكتر فبقدر استعمل انه هو كمان بايسكتر وبقدر استعمل كمان انه هو بس كمان بتقدر استعمل انه هو كمان ميديان فكلهم لانه بيكونوا كومبايند وذ ايتش اذر. كمان في عنا بروبرتي بخاصة بالإكولاترال تريانجل إن أن إكولاترال تريانجل the three medians are also the three heights and the three perpendicular bisector و three bisectors كلهم إذا أنا من أي vertex رسمت ال vertex A إذا أنا كنت رسمي مثلا bisector بقدر أنا دغري ساعتها أستعمل قول إنه هو البيسكتر بحالة الإكولاترال هو ذاته حيكون perpendicular bisector هو ذاته ال height هو ذاته الميديم they are combined. كمان أنا إذا عملت من ال B أو من ال C كمان ال height وال perpendicular bisector وال bisector والميديم كلهم بيكونوا combined. كمان حيكون من لما رسمنا من ال C ال bisector وال perpendicular bisector والميديم they are combined with each other. فهيدي property كتير مهمة كمان بحالة الإكويلاترال تريانجل. Thank you.